فقمت رايح السوق مدور على ال سي دي فيها الكابل ده. ايه اللي هيحصل؟ الكمبيوتر بتاعي ديجيتال، هيخش على كارت الشاشة، كارت الشاشة يحوله إلى مين؟ إلى أنالوج، ويطلع من هنا أنالوج. الشاشة دي ديجيتال، تقوم أخد الأنالوج ده محولاه مرة تانية لديجيتال عشان تعرضه على الصورة اللي موجودة عندي. فعشان كده اصطلاحا سموها الأنالوج LCD، تمام؟ فطبعا هي مش أنالوج، هي أصلا ديجيتال، بس هي اضطرت تحول الانالوج اللي جاي لها من كارت الشاشه الى ديجيتال اللي موجود عندنا، ودي اسوأ انواع ال سي دي اللي موجوده، تمام؟ اللي فرحان دي هتفرح بس بيها في ايه؟ ان هي رفيعه وما تاخدش مكان على المكتب، تمام؟ دي اللي يعني اللي بيشتريها ما خدش لسه التكنولوجي او التقنيه الحلوه بتاعه ال سي دي اللي موجوده عندي. لان لما بتكون الاشاره رقميه وتتحول الى انالوج ومن انالوج الى ديجيتال، الاشاره بتضعف وما بتبقاش نفس الاشاره، عايز تحول الاكثر من مره، فالصوره ما بتطلعش حلوه، تمام؟ فبالمنظر ده هو طبعا ما تكونش ايه حلو. فاذا الكونكشن الثاني اللي انا اتكلمت عنه او التكنولوجيا الثانيه اللي اتكلمت عنها اللي هي انالوج اوتبوت، اللي طالعه منين؟ من كارت الشاشه تو انالوج انبوت، بس المره دي بتكلم على مين؟ ال سي دي. المرة اللي فاتت كنت بتكلم على مين؟ ال CRT. يبقى analog to analog input، analog to analog input، بس دي LCD والتانية مين؟ CRT. طب الأخيرة اللي هي مين؟ وهي أحسنهم، اللي هي الديجيتال LCD، أو اللي احنا بنسميها الديجيتال فيديو كارد اللي موجودة عندي. دي عبارة عن إيه؟ كارت الشاشة اللي موجودة عندي هيبعت المعلومات بره الكمبيوتر بتاعي في صوره ديجيتال، والال سي دي اصلا ديجيتال، يعني ما تمش التحويل من انالوج لديجيتال لا في كارت الشاشه ولا فين في المونيتور اللي موجود عندنا. عملوها ازاي دي؟ عملوها باستعمال حاجه احنا بنسميها الدي في اي كونكشن. الدي في اي كونكشن او اللي احنا بنسميها الدي في اي اوتبوت تو دي في اي انبوت، اللي هي ديجيتال تو ديجيتال. الدي في اي اختصار لايه؟ ديجيتال فيديو انترفيس، يبقى ديجيتال فيديو انترفيس، ديجيتال فيديو انترفيس. كل اللي انا كنت بتكلم عنه المره اللي فاتت كان انالوج، اما هنا ديجيتال، ديجيتال فيديو انترفيس اللي موجوده عندي هنا. طبعا دي بتديني احسن سوليوشن، لان ما بتحصلش اي عمليه من عمليات التحويل اللي موجوده ما بين انالوج ومونيتور، بيطلع طازه ديجيتال بكمبيوتر يخش على طول على المونيتور الديجيتال، ما بيحصلش عمليه تحويل ويتعرض، واحسن صوره موجوده عندي. الدي في اي ده هوت فيه منه ثلاث فئات موجوده عندنا. عندنا نوع احنا بنسميه الدي في اي دي، ودي هنا استنادا الى ديجيتال، وعندي حاجه هنا بنسميها الدي في اي اي، والاي هنا استنادا الى ديجيتال، وعندي حاجه هنا اسمها دي في اي اي دي، تمام؟ يعني دي في اي ديجيتال وانالوج وديجيتال. ده الكونكشن يا جماعه عموما اللي احنا بنسميه دي في اي، ده الشكل بتاعه اللي موجود عندي. شوفوا كارت الشاشه دي جميله جدا، ادتني كارت الشاشه دي ادتني الطبيعي بتاعي اللي انا هو دي بي 15، وادتني هنا مين؟ الدي في اي اللي موجود عندنا هنا اهو. اللي انا هشرحه اللي هم احنا بنسميهم الدي في اي كيبلز اللي موجوده عندي. تعالوا نشوف الدي في اي ايه، هناخدهم بالتفصيل، بس ايه الفرق ما بينهم، تميزهم ازاي؟ هنلاحظ ان الدي في اي ايه زي ما احنا شايفينها كده، هنلاحظ ان عندي هنا هوت إيه في شرطه بالمنظر ده، او سن هيجي بالمنظر ده عريض وفوقيه اربع نقط، والنقطه دي مش موجوده. طيب الدي في اي دي هنلاحظ ان هو ما فيهوش الاربع نقط اللي هنا، او ما فيهوش الاربع سنون اللي هنا، وفي نفس الوقت ملا الحته اللي موجوده عندي دي. وبصوا هنا كمان، هنا عمودين في صفين، هنا ثلاثه في ثلاثه. فاذا اول ما اشوف المنظر ده كده، الحته الاربع نقط دول ميسنج، وعندي هنا هوت عدد كبير، اذا ده الدي في اي اي والدي في اي دي. طيب الدي في اي اللي هي احنا بنسميها اللي عندي هنا اهوت، هنلاحظ ان هي فيها ايه؟ 3 و3، يعني زيها زي الديجيتال،
بس الحتة دي زيادة. هنا ما كانش فيه أربع سنون أو أربع فتحات، هنا هنلاحظ إن فيها أربع سنون أو أربع فتحات. كلام جميل جدا طبعا ومش مفهوم. الـ DVI-AD ما بنسميهاش كده، بنسميها DVI-I. يبقى الـ DVI-I ما خبال بلا بتقول الـ H، الـ DVI-I هو البورت اللي بيشغل الاثنين، الـ DVI-A انالوج والدي في اي دي اللي هو الديجيتال. تعالوا ناخدهم مع بعض بالترتيب كده واحده واحده. الدي في اي دي تو دي في اي دي ديجيتال، او اللي احنا بنسميها ترو ديجيتال. يعني انا عندي الشاشه بتاعتي اللي موجوده عندنا فيها البورت اللي فيها اللي هو الدي في اي، طبعا انا بتكلم على الدي، انا بتكلم على مين؟ على ده. فيها دي في اي دي وكارت الشاشة اللي عندي في DVI-G، يبقى ده ديجيتال لديجيتال، وده أحسن الحلول اللي موجودة عندنا. تمام؟ ليه؟ لأن هي دايركت ديجيتال كونكشن بين الاثنين دول اللي موجودين عندي. اللي هيحصل fast transfer rate، معدل أعلى خلال البيانات اللي موجودة عندنا، high quality image. تمام؟ الايمج عالية جدا وصورتها ووضوح بتاعتها جدا موجودة عندنا. ليه؟ لان مفيش عملية تحويل من انالوج للديجيتال، ما جبتش تيرته خالص اللي موجودة عندي. بس بصراحة ده مش موجود في السوق. ليه؟ لان المصنع بتاع كارت الشاشة جبان والمصنع بتاع المونيتورز جبنة. قال لك طب يعني انا لو نزلت شاشة ديجيتال بس، اما انا كده هخسر الناس الانالوج اللي في السوق، لما نزل الشاشة فيها الاثنين يبقى احسن لي. بتوع كارت الشاشه انا ليه اركز بس على العميل اللي عايز ديجيتال؟ ما انزل كارت الشاشه فيه الاثنين، في الديجيتال والانالوج اللي موجودين عندنا. تمام؟ فزي ما احنا شفنا هنا هو تمام ان هي ايه، يعني هتلاقيها قليله جدا في السوق اذا اصلا لقيتها اللي موجوده عندي. طب انت عملت اشرح لي هنا هو على الدي في اي دي اللي موجوده عندي، انا شايف لها شكلين، انا عمال اشرح على الشكل الاول. خلينا هنا، يبقى الدي في اي دي اللي موجوده عندي من دي في اي دي، الدي في اي دي ديجيتال اللي موجوده عندنا، تمام، دي ترو ديجيتال اللي موجوده عندي. طيب تعالوا نشوف الدي في اي اي، يبقى انا بتكلم على مين؟ بتكلم على الشكل ده اللي موجوده عندي. دي هتعمل ايه؟ This format is used to carry a DVI signal to an analog display. يبقى هتاخد الدي في اي سيجنال ودخلها لي على مين؟ على شاشه انالوج اللي موجوده عندنا، زي مين؟ السي ار تي اللي موجوده عندي. This format also used لمين؟ اللي هي تاخد الدي في اي سيجنال وتوديها لبعض التلفزيونات اللي هي الاتش دي او الهاي ديفينيشن اللي موجوده عندنا. يعني رغم ان الكابل ده المفروض ان هو ينقل ديجيتال، ولكن الكابل ده في حقيقه الواقع هينقل مين؟ انالوج اللي موجود عندي. يبقى الدي في اي اي هو كابل زي ما احنا شايفينه كده، هو شكله مغير الدي بي 15 وبينقل برضه مين؟ انالوج اللي موجود عندي. طب وانا عملته ليه؟ طب ما انا كان عندي الكابل القديم وشغال زي الفل. قال لك لا، قال لك ده بيدي بيتر او هاي ريزوليوشن انالوج، احسن من الوضع القديم اللي موجود عندنا، بس وظيفته زي الكابل القديم بالظبط. فلذلك دايما اي حاجه انالوج هتلاقي عندك ان هو، انا اجيب لكم صور هتوضح لكم الكلام ده، هتلاقوا عندكم ان هو فيه زي جزء كده بارز تمام مستطيل، وهنا عندي اربع سنون او اربع نقط يخش فيها. فالدي في اي اي اللي موجود عندنا هنا اهو. عندي الاكثر حاجه منتشره اللي هي الدي في اي اي